النهارده ضيفتنا من اقصى صعيد مصر، سيدات من اسوان. النوبه يعني الجمال والسحر والتقاليد والثقافه بروح العصر. كل ضيفه من ضيفاتنا النهارده ليها حكايه نجاح عصريه. نشأت ازاي؟ التراث اللي تربت عليه ما يتنسيش ابدا. حققوا نجاحات كتيره في مجالات مختلفه، من المحاماه للصيدله للسوشيال ميديا للميك اب. كل واحده يعني فضلت في النوبه، او النوبه فضلت في دمها وقدمت كتير جدا من المشغولات والاشغال الجديده، كنموذج لمصريات فيهم شقاوه العصر بروح التراث. فقره مختلفه مع طبعا هنقدم ضيوفنا الأستاذة جليلة جمال، المحامية والمهتمة بالشأن النوبي، مؤسسة منتدى المرأة النوبية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والأستاذة منى طلة شكري، طبعا واضح أنا قلت لها أنت ميك أب أرتست، أنت الميك أب أرتست فباين طبعا منورانا. أهلا بيكي. شكرا. وعلى يميني أستاذة بسمة عبد العزيز، وهي طبعا مصممة أزياء وعاملة أزياء زي ما احنا شايفين جميلة وروعة. كان لازم أنا ألبس أنا كمان الحاجات الحلوة دي. نجيب لك واحد إن شاء الله. يارا محمد كامل، وبرده مصممة أزياء وطرح نوبي زي ما احنا شايفين الرسم الجميل اللي بالهاند ميد والطبع، هنشوف الصور بتاعتك. اهلا وسهلا بيكم. اسمحوا لي ابدا بقى مع الاستاذه جليله اللي هي محاميه عن النوبه كلها بقى وست نشيطه. احنا طبعا 21 مايو من كل سنه اليوم العالمي للثقافات المتعدده، تمام. وبنبين فيها التقاليد بتاعتنا والاصاله بتاعتنا. عملتوا ايه بقى حضرتك؟ هو يعني انا احب اشير الاول لأن الدستور المصري مادة 50 في الدستور بتؤكد على أن التراث المادي والمعنوي اللي هو غير مادي دي ثقافات مصر، من حضارة مصر، من رصيد مصر البشري والحضاري، وأن الدولة تعمل على الحفاظ على هذا التراث طول الوقت. فعلا في إرادة سياسية أن احنا نبين التراث الجميل بتاعنا. تمام. يمكن قبل كده كانت المناطق الحدوديه ومنها جنوب اسوان، يعني هنقول جنوب اسوان نختص بالنوبه انه احنا جنوب اسوان مش اسوان كلها. ما اجمل النوبه يا سلام. فكانت المناطق الحدوديه يمكن يعني محرومه من الاهتمام، من القاء الضوء على ثقافتها، على يعني على جماليتها. ولكن الحقيقه ان احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نقفز بهذه الثقافات والحضاره قفزات طويله وكبيره وجميله، وظهرت في الإعلام وظهرت في كل مكان. ومش مرة واحدة، ده نتاج سنين طويلة من الشغل والمجهود. تمام. ولكن الحمد لله هقول لك بفضل الشباب بدأوا يعملوا مجموعات عمل جميلة جدا تركز على الجماليات اللي طلعت من المجتمع النوبي، زي المهارات والحرف اللي احنا أصلا بنمتاز بيها، زي الأطباق اللي بتشوفيها على الجدران. شايفين المنظر والجمال؟ وحشتكم طبعا اول ما سبتوها على طول، صح؟ اكيد. جميل جميل. ايوه تمام. فالمنتدى اللي حضرتك بتعمليه بيشجع الشباب انه يطلع الطاقات الحلوه الايجابيه دي، وبالدرجه الاولى ثقافي، انقل ثقافتي للغير. يعني هو المنتدى بالدرجه الاولى اهتماماته ثقافيه، ان احنا بندي فرصه. انا عندي شاعرات، عندي اديبات، عندنا حاجات جميله جدا. ده غير كمان على المستوى الكبير، يعني لسه قريب في يعني باحثه فضاء نوبيه دلوقتي في امريكا عملت حاجات جميله جدا. لا طبعا احنا لازم نستضيف الشاعرات، وخصوصا انتوا الجو خلاب بيخلي فعلا في نوع من الابداع والخلق طول الوقت. شعر الجنوب رائع وجذاب حقيقي حقيقي. احسن شعراء واحسن كتاب طلعوا من عندكم الحقيقه، من الجنوب ومن الصعيد، يعني بلدياتنا بقى. انا اقول كده دي كلها مصر يعني. بس هنقل بعد اذنك منى طلة شكري، وميك اب ارتست، يعني انت تعتبري يعني حاجه نادره في النوبه، ولا الشغله دي اتشهرت قوي اليومين اللي فاتوا او السنين اللي فاتت؟ لا، في كتير، في ميك اب ارتست كتير قوي موجودين نوبيين برضو بيشتغلوا، بس كل واحده ليها اسلوب مختلف او طريقه مختلفه في طريقتها، يعني في الميك اب مختلفه. بدات معاكي ازاي؟ انت دراستك ايه؟ أنا وبداتي ازاي؟ انا خريجه كليه حقوق محاميه. يا استاذه محاميه كمان يعني. بس انا بدات معايا اللي انا من وانا صغيره الميك اب ده يعني احسن حاجه بالنسبه لي. وانا صغيره كنت مثلا اجيب ما اجيبش مثلا حاجه حلوه، اجيب روج، اجيب بلاشر، اجيب الحاجات دي وانا صغيره. مصروفي كله على الحاجات دي. اهي معانا صوره، اهي دي عروسه دي بسمة. انا ولا دي بسمة. دي بسمة. دي بسمة. بس هي اللي عامله لي الميك اب. انا اللي عامله. انت اللي عامله لها المكياج. فبداتي تشتري كل حاجه بمصروفك؟ بقيت من اشتغل على قرايبي الاول. بقيت انمي بقى الموهبه شويه. دي الصوره دي ايه؟ عروسه. دي عروسه برضو. عروسه يوم حنتها.
الحنه. انا عارفه ان انتوا مشهورين وشايفه في ايديكي الحنه، ورينا كفوفك كده في الحنه. جايبين لك التراث كامل، المانيكير وجايبين لك التراث كله جاي. ده عادي بالنسبه لكم، لكن واحده تدخل وتسيرش وتذاكر تبقى ميك اب ارتست، عملتي ازاي؟ اشتغلتي ازاي على نفسي؟ اشتغلت على نفسي، قعدت اتدرب على قرايب الاول وبعد كده اصحابي. اتعلمتي فيهم يعني؟ اتعلمت فيهم وبعد كده عملت بقى على نفسي، بقيت يعني شويه شويه بقيت اطور شويه في الالوان، في طريقه الميك اب، التكنيك نفسه بيختلف مختلف يعني. بس جميل جميل. طب هننقل بسمه ونرجع لكم تاني طبعا. اكيد بسمه والازياء الجميله دي، انت دراستك ايه وابتديتي ازاي مع الازياء؟ انا تجاره، جامعه القاهره. بدات ان انا بحب اللبس اصلا وبحب دايما. انت درستي هنا في جامعه القاهره؟ جامعه القاهره. وقعدتي لوحدك؟ لا لا لا، احنا يعني لينا اهلنا هنا وجزء هناك، يعني احنا ما بين يعني لينا اهل عايشين في القاهره، اهلنا تمام، واهل في اسوان. وجات لك فكره الازياء؟ انا بحب اللبس اصلا وبحب دايما الحاجات المختلفه، ما بحبش ابقى تقليديه. فبدات ان انا كنت بنزل صوري عادي على انستجرام، الموضوع بقى اتشهر معايا ان انا بقى عندك فولورز كتير. فولورز كتير. عندك كام دلوقتي؟ 150. 150 ما شاء الله. فانا ما كنتش يعني واخداها هي جت كده يعني، بقيت البنات يسالوني نلبس ايه على ايه. بعد كده بدات بقى عملت براند اللي هي باسم بنت عزيز، اسمه بوبا، اسمه بسمه عبد العزيز. ولبس نوبي بس ولا؟ لا 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 لا، هو عبايات. وانا دخلت الجرجار على اساس ان انا نوبيه، فكان لازم اعمل حاجه. استني، دخلتي الايه؟ ده اللبس بتاعنا اسمه الجرجار. الجرجار أيوة. هو التقليدي زي مش جلباب ومش لا جرجار. لا زي ملس. في ملس عندكم؟ لا لا، الملس صعيدي. في الصعيدي لا، ده جرجار. فهو التقليدي اللي هو زي منا وزي يارا، غيرت فيه شويه، حطيت الوان يعني. بس ما هي اللي عامله ستايلك كمان، وده انا كمان غيرته، اللي انا عملت له فتحه يعني. هو المفروض لان هي المفروض تلبسي من تحتي عبايه زي اللي منا لابساها، الوان فاقعه جدا مع الاسود، فبتدي شكل حلو. طب حلو. فانا من ضمن ما ينفعش ابقى نوبيه وفاشن ديزاينر وما اعملش حاجه حاجه جديده يعني كده بره، عشان ما تبقاش اسود كده بالظبط، حاجه مش تقليديه. والاكسسوارز الحلوه دي، الاكسسوارز دي لا، في ناس معينه عندنا بيعملوها هاند ميد. حلو جدا الحاجات دي. حلو جدا. طيب يارا بقى، يارا برضه انت مصممه ازياء وكمان تحديدا الشرفات اللي هي عليها الرسومات النوبي دي، برنت يعني طبع ولا هي هاند ميد يعني؟ لا هي ديجيتال برينتنج. وانا اصلا اوريدي انا واثنين تانيين من صحابي عندنا البراند بتاعتنا اسمها وينجي. انت دراستك ايه الاول؟ صيدله. انا خريجه صيدله، صيدلانيه ومحاميه وتجاره. طيب وفكرتي ازاي تغيري؟ هو انا ما غيرتش، هو انا لسه ستيل بشتغل في الصيدله. بس من وانا في ثالثه جامعه هي فكره البراند جات لنا. هو البراند مش نوبي، بس هو من اول الاسم انا حابه ان انا برضو اعرف الناس بشكل مختلف عن حضارتنا النوبيه وعن طبعا هويتنا النوبيه اصلا. من اول الاسم. وهو دي الصور بتاعتي كانت بتجنن والله. دي بسمه برضو كانت بتموضل تلاقيها كان فين ده في رمضان ده عشان نلبس سنة في البرنامج ديت. دي كانت بقى فكره اللاين النوبي اللي احنا عملناه. الله، احكي لنا عن ده. ايوه، هي فكره اللاين عباره عن ايه؟ ان احنا اخترنا رموز من الحضاره النوبيه زي الطرحه اللي معروضه دلوقتي دي، اسمها نوج. اسمها نوج. نوج نوج يعني البيوت باللغه النوبيه. بيوت وكله بالايد ولا بمكان يعني؟ لا لا، دي ديجيتال برينتنج طباعه. بس هي طبعا فكره الخط اصلا ان احنا نعرف الناس ولو بجزء بسيط عن الحضاره النوبيه او اللغه النوبيه. نزلتي معارض من الحاجات او تراثنا اللي بيعملوا الدوله طبعا. او نزلتوا انت واصحابك ديارنا؟ ديارنا نزلناه. ونزلت بقى كذا حاجه في الجامعه عندي، ننزل على طول بازارات وكده. حلو. فرقت معاكي ديارنا في طبعًا التسويق طبعًا وشغلك يعني تشاف وناس من العالم بتشوف اكيد وديوف. طبعا يعني ناس كتيره قوي بتشوف، بيبقى في سبوت لايت على، ودي حاجه حلوه قوي بشوفها ان هم بيدونا فرص كتير ان احنا يتحط علينا سبوت لايت اكتر. طبعا حلو. ان شاء الله على بنات النوبه يا حاجه جليله. هقول لحضرتك انا نسبه الاميه اللي درسوه عندنا في كمان البنات زيرو. الايه نسبه الاميه عندنا؟ الاميه ما شاء الله ما شاء الله. الله التعليم عندنا كلهم مهم، خريجات جامعه. طب كلهم بقى، انت ايه رايك في ان هم سابوا درسوه خالص الصيدله والحقوق والكلام ده وعملوا مشروعات؟ النهارده البنات كلها بتغير كده، انت مع ده ولا بتقول لهم لا يعني الشهاده؟ لو بنتك قالت لك لا انا هغير، لو التغيير إيه؟ لشيء افضل هيخدم المجتمع وهيعمل يعني هيعمل حاله من الدخل المادي كويس ليها،
وهيعمل خدمه مجتمعيه كويسه مفيش مشكله. ثقافتها مهمه، مهمه قوي ان البنت تكون جامعيه، مهمه قوي. تمام، بس هي ما هي الصيدله هتخدم برضو الدنيا، ولا في 100 صيدلانيه بس ما فيش فنانه يعني بتبدع في لما يكون فن خاص زي ما قلت لك كده يعني مع فن تراثي. يعني قطعه استاذ جليله كلنا عندنا شغلنا اساسي بالظبط، بلس بتصرفوا من شغلكم الاساسي على الموهبه. يعني احنا اصلا من اول يوم بدانا فيه المشروع احنا كنت في الجامعه ساعتها، بس احنا اصلا راس المال المشروع ده احنا اللي عاملينه. يعني احنا حلو جدا. ممكن تجمع بين الاثنين ازاي يا استاذه جليله؟ انه زيرو اميه يعني وصلتوا لده ازاي؟ مجهود سنين طبعا يعني برضه، يعني في محافظات تانية لسه ما زالت كتير احنا ما بنقعد من بدري وتشتغل. احنا عندنا في حاجتين مهمين قوي في الست النوبيه، حاجتين الحرص على التعليم، ودي جت يعني جت من ثقافه المجتمع، البنت تتعلم لان هينزلوا القاهره وهينزلوا اسكندريه سلاح التعليم. الحاجه الثانيه احنا عندنا النوبيه تنمويه، يعني ما عندهاش فراغ، يعني بتشتغل حتى لو ست كبيره وقاعده هناك في القرى ما نزلتش القاهره، بتشتغل من البيت وتدي بتشتغل كل شيء، بتفصل حاجتها، بتشتغل الطاقيه اللي جوزها وابنها يلبسها، بتفصل الهدوم فعلا. الله. بترعى الدواب، بتزرع في الارض، هي سيده زي ما بتقولي بلدي الست الشملوله التنمويه، مفيش حاجه تقف قدامها. وعايزه اضيف برضو ان احنا البنات عندنا مش بيتجوزوا غير لما يخلصوا تعليمهم، يعني اهلنا بيرفضوا تماما الجواز واحنا مش خلصين تعليمنا. مفيش تسريب من التعليم ولا الكلام الفاضي ده، خلصي لازم نخلص تعليم الاول وبعد كده نشتغل، وده اللي بيساعد يعني على اللي احنا مفيش عندنا. ايه القفزه دي؟ نشتغل مفيش عريس في النص؟ لا ممكن تتخطبي عادي وبس خلصي تعليم بس تكملي الجامعه واشتغلي كمان. بالظبط ممكن تشتغلي عادي. لكن اللي انت تتجوزي يعني نسب قليله قوي. انا الجواز ده بعدين بس ده خد سنين التعليم. احنا اساسا كان من وهي صغيره دي هتتجوز ده خد سنين دلوقتي عشان نخرج من التقاليد دي بتاعه البنت للولد ده ويلا من الجامعه يعني على الجواز. النوبه ما قبل 63 وبعد 63. طيب دي مهمه قوي النقطه دي، عايزين ناخدها بس هنطلع فاصل كده ونشوف ونكمل في قصه الجواز. في بهجه كده وحياه وجمال من النوبه، استاذه جليله ويارا وبسمه ومنه وحكايات خاصه عن النوبه. وكنا بنتكلم استاذه جليله قبل الفاصل عن فكره ان البنت كانت الاول تتربى عشان هتتجوز قريبها ابن عمها وبتاع، ما تخرجش بره القريه وما تشتغلش. دلوقتي خلاص بقى التركيز حتى مش على الجواز، على انها تشتغل وتحقق نفسها في السنوات الاخيره. احنا عادتنا كان في فيصل او نقطه فارقه غيرت شويه في العادات بتاعتنا اللي هي سنه 63. ما قبل 63 كانت الحياه في القرى النوبيه خلف السد، منطقه حدوديه، ما فيش ارتباط قوي بالقاهره او بالتمدن او هذا. صحيح. فكان العادات مش قابله لاي تعديل، وكان بالفعل مثلا البنت تتوهب للولد وهي صغيره. تحديد ميعاد الزواج بيحدده شيخ البلد حتى، مش ملهاش راي خالص في لا 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 لا. كمان من عاداتنا كان لما يقولوا فلان هيتجوز فلانه يبقى تختفي من الطريق بتاعه تماما لغايه الجواز. يعني لو ماشي في شارع ما تمشيش في الشارع ده، ما يشوفهاش. بعد 63 بعد السد العالي خلاص اصبح في تهجير للمناطق الجديده. صحيح. في اسوان، وهنا اصبح في علاقه بقى بالمحافظه، بالمدن، بالقاهره. الهجره الداخليه بقى كلكم تقريبا عايشين هنا يعني مع الارتباط الوثيق، ما دي من سمات مجتمعنا. حلو ده بقى. هو مجتمع جذاب يعني، انا مش عشان نوبيه بس دي حقيقه. ده حقيقي مجتمع حقيقي. يعني محدش يقدر ينفصل عنه تماما. ده حقيقي. طبعا احنا معانا صور هنشوفها، وعايزه اكلم منا يا جماعه هي اللي عامله الميك اب للبنات الحلوين. بس عامله لي ستايلنج ومنا عامله لي ميك اب. بس عامله ستايلنج معاكي، والاكسسوارز اللي انت لابساها انت بتعمليها برضو؟ لا هي بتتعمل لنا احنا حد الحليه بتاعنا احنا. ده الحليه بتاعنا احنا. طب عايزه اكلمك عن المكياج ودرجاته في النوبه، درجات خاصه جدا بالبشره النوبيه. الحر بتعملي فيه ايه؟ احنا عامه بنحب لوننا قوي. يعني حتى لما بيجي لي اي كلاينت واحنا كمان لا بجد يعني حتى باختلاف الدرجات بيجي لي اي كلاينت عايزه تطلع بنفس لونها. يعني العب في الوان الاي شادو كده، بس درجات البشره لازم نطلع بلوننا بالظبط. ولا تفتيح قوي بيبقى شكله مستطيل. لا احنا بنفتخر بسمرنا، فحاجه يعني وسامه عندنا
طبعا اللي احنا نفتخر بيه يعني. طبعا واحنا بنعشقه والعالم كله بيحب السمار على فكره ميرسي. النوبي المصري الاصيل. طب لكن في الحر تعملي ايه؟ ما حصلش موقف ان انت عملتي ميك اب لعروسه وساح ولا لا حاجه؟ لا خالص. لا احنا كمان الافراح بتاعتنا بتقعد من بالليل لحد الصبح، يعني بنبتدي من بالليل بتقعد لتاني يوم 6 الصبح. دي شطاره منك بقى. فالميك اب هو التكنيك بس هو اللي بيخلي الميك اب والماتيريال طبعا بتختلف. المهم يعني تعرف تشيله احسن العريش، يعني العريس يجي يشيله ما يلاقيش كده يعرف هو بيتشال بقى بميك اب ريموفر وكده. بس بس الموضوع اتفضلي. بس الفكره بس اللي احنا بنحب نطور بس في درجات الميك اب بتاعتنا، بنحب دايما في في اختلاف. طب انتوا بتقعدوا في الافراح مده طويله؟ يعني الفرح بيبدا من الساعه كام لكام؟ هل بيبقى ايام متواصله ولا ايه؟ والحنه كلمونا عن الحنه برضو في النوبه. يعني معانا صور اهي، دي ده كاتب كتاب، ده كاتب كتاب، كاتب الكتاب اللي عايز على المصحف بيبصم 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 على الورقه. هو زمان يعني في اسوان الافراح بتبقى اكتر من يوم، ممكن يبقوا 7 ايام. 7 ايام يعني اهل العريس بيحتفلوا ايام واهل العروسه وايه المأكولات بقى. ندخل في منطقه الاكل دي، ويمكن احنا عندنا الاكل في كل يعني يعني اي حاجه عندنا لازم اكل. اذا كان فرح يعني دخل ضيف الاكل ده كله يتحط مش بس في الافراح، انتوا على طول لو عندنا لا قدر الله حاله وفاه، يعني لو حاله وفاه عندنا 3 ايام احنا بناكل الناس كلها فطار وغدا وعشاء. ده هنا فرح بيبقى دي مثلا بيفطروا الناس الصبح، بيغدوا الناس ويغدوا الناس. يعني احنا ليله الحنه الناس بيجوا من حته ثانيه يفطروهم ويغدوهم. احنا لو احنا في القاهره مع اهل الفرح كل كوره كمان، يعني ممكن تلاقي صواني جايه من عند الجيران، ممكن شارع كامل يطلع صواني ويفطروا كلهم في الشارع، يتغدوا كلهم في الشارع. الله على الجمال. القريه ده ايه ده اللي في الصينيه ده عباره عن ايه؟ ده كابد. ده كابد يعني ايه يا فندم؟ ده زي عيش كده، كريب شويه، شبه عيش التورتيلا كريب. بس ده كابد، ده برضو اكله نوبيه عندنا. مطحون بايه بقى؟ يعني داخل هو نفس الكريب بالظبط، داخل دقيق عادي احلى شويه وخميره، وبيتعمل برضو بطريقه معينه عندنا. بس دي احنا بنشير بيها يعني ليه صاج مخصوص. ده شريك اسمه الدوكا حديد. ده يعني حاجه خاصه بينا احنا. طب وده بسكوت؟ ده شريك. ده شريك. ده شريك ده جميل ده في الفطار. بس عندنا اسمه جرجوش. جرجوش. الله زي قرقيش يعني. جرجوش. ايوه عايزه اقول لكم انا كنت في سعيده قوي ان انا بتكلم بلهجه صعيدي في مسلسل افراح ابليس. ايوه سعيده قوي. انا كنت واحده عايشه بره وزعلانه بقى، جايه هتكلم عادي. خواجايه بقى جايه قالوا لي لا انت من الاصل السعيد هتتكلمي. وتتكلمي باصل. ما كنتش حافظه صعيدي بقى، راح مذاكر لي. كنت سعيده بالجرس الحلو اللي كان جميل اللغه. لا حلو قوي. بمناسبه انت بتقولي بقينا انترناشونال، بسمه انتوا عندكم حد متجوز من بره؟ انا اختي متجوزه ولاد عم. كنا الاول ممنوع نطلع بره القريه. توسعت بقينا نطلع بره القريه، يعني انا من قريه ويارا من قريه. بقينا نطلع بره شويه قريه شويه، بقينا احنا في النوبيين عندنا نوعين، فدكات ومتوكيه. بقينا ندخل فدكات على المتوكية. دلوقتي احنا بقينا نطلع بره مصر خالص. دي عندك اختك اختي متجوزه امريكي. امريكي. وابن ولاد عمي يعني ولاد عمي متجوزين اسبانيا وتركيا. هو بابا شويه بيبقى بيحتاج، وخصوصا انها هي تطلع تقعد بره في امريكا وكده. هي عايشين في ما بين الامارات كمان، يعني امريكي وعايشه في الامارات. بس طبعا دي صورك بسمه فرحك. ده السيشن بتاعي بعد كتب الكتاب. ايه ده استني قولي ايه؟ سيشن كتب الكتاب. السيشن اللي عملتيه فوتو سيشن. كتبت الكتاب واللبس بتبقى ايه بقى؟ ده اللبس يعني ده لبس سوداني، مش لبس نوبي. بس احنا دايما انت اخترتيه ولا ده تقليد عندك؟ لا لا ده تقليدي، بس في يعني عندنا حد براند بنت هي بتأجر اللبس ده وبتفصله. ويوم الحنه العروسه بتاخد منها يعني بتاخد منها كذا طقم. احنا بناخد ما بين كمان اللبس الافريقي واللبس السوداني. وكمان اللي احنا في الصوره اللي فاتت ده في ويدنج بلانر بتعمل لكم الحاجات دي ولا انت اللي عاملاها؟ لا لا دي واحده هي مصممه المنظر يعني عشان تاخد الفوتو سيشن. البنت اللي عاملاه يعني البنت اللي مصممه نوبيه والمصور نوبي. والميك اب ارتست نوبيه. والميك اب ارتست نوبيه. لا بس عايزه اوضح لها بس اللي احنا والسودانيين في عادات مشتركه ما بيننا. في شويه احنا بنقول لولاد عمنا لان احنا في عادات مشتركه كتير قوي ما بيننا. يعني اصلا بيبقى في نوبيين سودانيين اصلا. طب وشكل الشبكه في المغالاه في الشبكه؟ هقول لك انا قلت لك ده كام كيلو ده بس على فكره الموضوع دلوقتي بس اختلف شويه. هقول لك لسه موجود بس اختلف شويه. حاجه جليله عندك بنات؟ طيب ما اتجوزوا ولا لسه؟ اتجوزوا. لما بيتجوزوا بقى قلتي بقى في كام كيلو ذهب والعريس عنده ايه؟ هقول لحضرتك يا عم
مساله الذهب هي اصلا كان عندنا احنا بلاد الذهب طبعا بنحب الذهب بس ما كانش فيه المغالاه. المغالاه جت امتى؟ بعد ما حصل ان شباب كتير سافروا الخليج فاخذوا بعض العادات الخليجيه في المغالاه من الذهب. عشان كده ماله ما دام معاه يعني ما يجيب يعني وسعه يعني. طب واللي طب واللي ما جالهاش الذهب الكتير العيب بقى ان انا ابص لبنت خالتي. عشان كده احنا بنعمل ندوات دلوقتي من ضمن الندوات التثقيفيه اللي احنا شغالين عليها، عايزين نحدد كميه الذهب اللي بتتقدم كشبكه، وعايز يتقدم زياده يقدم في اي وقت زي يعني زي ما يحب. فعايزين نحدد كميه الذهب. وفي جمعيات كمان دلوقتي بتنزل زي غرامات يعني من كتر ما الدنيا بقت خلاص يعني غاليه، الذهب بقى كبير والناس كلها كل واحد بقى عايز يجيب. لا انا بنتي ما تلبسش اقل من فلانه ودي تجيب بالزبط. بقى في جمعيات في القرى النوبيه بقت تنزل غرامه الذهب ما هيكونش اكتر من كده من المبلغ ده، لو عدى اللي يزود في ناس بتدفع الغرامه وتعمل. غنى لكم الحاج احمد منيب مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. يا ريت هي هي بلاد الذهب فعلا. طب احنا هنشوف عندنا حاجات من مشغولات بتاعه يارا صور او فيديو. نشوف ايه بس احنا معانا اهو شايفين الحاجات الحلوه ده الجار اللي شغاله بس شغل بسمه طيب كلمينا برضو اكتر عن لبس ده انا عملت خليط سيشن يوم كاتبه الكتاب ده لبس افريكان مع العبايه الخليجي. يعني انا عملت هنا عندكم في رفض بقى تام للكتاب. بالعكس العبايه دي لبسها ناس كتير جدا جدا وعليها اقبال شديد. لما دخلت قماشه افريقي مع العبايه الخليجي. طب هتخرجي بالسوق بقى لبره النوبه ولا انا اوريدي ببعت في الخليج بتصدري شغلي بيوصل حلو كان رد فعل الناس رد فعل الناس في ان احنا نعمل حاجه مختلفه في نفس الوقت بنبقى محافظين على هويتنا. ده حقيقي دي حاجه بتبقى حلوه جدا. حلو الرويال بلو ده الجميل ده برده يعني متاخد اللون من الالوان النوبي. احنا بنحب اللون اللبني كتير في البيوت طبعا والايرث كولر اللي شفناها في يمكن بالكتاب بتبقى فاشنبل قوي في نفس الوقت مدخلين اورنج متوهج واكسسوارز يعني بجد نتمنى. وكل الناس بتعشق شغلكم يعني بيجوا من العالم العربي عايزين يشوفوا السياحه. اخبارها ايه هناك في زيارات؟ الدنيا فتحت كده بعد الكورونا بدات دلوقتي بدا انتعاش في السياحه الحمد لله الى حد ما، بس طبعا مش زي الاول لكن يعني الى حد ما. ده مشكله السياحه حتى يعني دي اللي اوجدت اكتر ان الست النوبيه بتشتغل كتير وتسوق كتير لان بالزبط. الرجال جت فتره طبعا الفترات اللي فاتت تسببت في ان معظم الرجال اللي شغالين في السياحه اهو ده نضوء يعني هنا بنوديك دي قريه من قرى النوبه فدي شوارعها دي شوارعها بالمنظر ده على طول ده على الجمال. عايزين بقى مش معقول تبقوا في الستات ما فيش يكذبوا ما نتكلمش عن الاكل والشطاره. الحاجه كانت بتقول البنت الشملوله، مين اللي شملوله فيكم في المنطقه؟ منا هو بتاعنا كلنا يعني كلنا بنعرف ان كلكم شاطرين اكيد. انت مشهوره بايه بقى يا منا ولما بتعزمي ناس بتعملي ايه؟ عادي بس انا بعرف اعمل اكل كويس يعني بس اكلنا النوبي مثلا ممكن اعمل كابد قطر. اتعلمت القطر. القطر ده شبه الملوخيه شويه على لونه اخضر برضو. دي اكله برضو نوبيه عندنا. حلو. طب وهنا دي اسوان ولا لسه احنا في النوبه؟ ده شايفين اسوان الجميله. اسوان جميله يعني مختلفين يعني كل حته مختلفه في اكلها ولا لا؟ لا مش مختلفين في الاسماء. التسميه بتبقى نفس الحاجه هي لكنات واللغه كمان اللهجات اللغه واحده واللهجات بتختلف. الحاجه مشهوره بايه يا حاجه جليله؟ بتعملي احلى اكل اكيد يعني اكل الستات بقى الحلوين امهات كل حاجه ايه؟ لا يعني انا بعمل الاكل النوبي والاكل المصري. يعني في الاكل النوبي انا بحب اعمل الويكه. الويكه احكي لنا ازاي عشان احنا مش عارفين اللي هي الباميه. الباميه تبقى مجففه كبيره؟ لا لا مش مجففه، كبيره شويه بتتقطع حلقات وبتتعمل بيضه بشويه شوربه. مفيش الصلصه الحمراء اللي احنا بنعملها؟ لا خالص بشوربه. بشوربه وايه يعني؟ وطشه توم. طشه توم والشقه برده عندكم زي الكزبره بتحط لها كزبره برده في بيعملوها بالتومه النيه برده بتبقى حلوه قوي طعمها حلو. ايه يا منى بتعمليها ازاي؟ هي برده نفس الطريقه وهي نفس طشه الملوخيه بس بتتحط برده بالتوم كده وفيها بتحط لها برده كزبره. لسه موظف على الحاجات دي ولا بقى الوايت صوص والاكل الجديد؟ لا طبعا بنعمل ده وبنعمل ده ده كله عايز بيتزا وعايز وايت صوص. بس بنشتاق يعني احنا بنشتاق لما مثلا امي تبقى يعني خلاص يعني نقول لها اعملي لنا الاكل النوبي. انا اللي هي اكتر اكله ايه بقى اللي بسمعها؟ انا بحب الكابت بالقطر والويكه. لا انا ما فهمتش الاولانيه عشان هو الكوبيد اللي هو زي الكراب كده اللي قلنا عليه في ده. والتاني قطر زي الملوخيه بس هو باعشاب صح؟
عشان بيحطوا لا هو شبه بيتعامل بالكزبره بتستعين بيكي بس مش بعرف اعمل الاكل النوبي بصراحه ماما اللي بتعمله ملوخيه مختلفه عن الملوخيه اي خضره باي بس اكتر الكزبره يعني كزبره خضره وبيتعمل بينشفوا الباميه لازم بياخدوا بقى الباميه الناشفه بيعملوا بيها القطر يعني انت بتشوفيه في التكريم الملوخيه بس حاجه اسمها مفراك مفراك المفراك ده اللي بيتعمل بيه القطر تتفرك بيقعد كده خشبه طويله ده بيتباع في اسوان يعني حاجه بالعرض كده يعني حتى هنا يفضلوا يعملوا كده الله ايوه يعني حتى هنا لما بيبوظ او كده ما بنلاقوهوش يعني شوقتونا لزياره هناك كده نروح كده وكمان ده ممكن ستات ونتفرج معاه مثلا عسل كمان يعني بالعسل مش بس بالحل يعني بعد ما يعني بعد القتل الشعريه استاذه منى الشعريه الحلوه اللي باللبن والمديد طبعا ودي لازم في يوم الايه انا صحيه سمعت عن المديد ده المديد بالعسل ده يعني عجينه وعسل حاجه برضو زي مشروب رمضاني بالقمح برضو بيتعمل لا انا نويت اروح بس كمان شيف محمود بيضحك علينا لازم يعمل لنا يوم نوبي يعمل لنا الاكل الحلو ده انتوا مشهور قوي وشرفتونا بجد نموذج جميل مشرف من صيدله للتجاره للحقوق الحاجه جليله نورتينا واستاذه منى نورتينا واستاذه بسمه واستاذه يارا نورتونا وشرفتونا ونفسنا في زياره ان شاء الله نيجي ان شاء الله ان شاء الله نعمل حلقه من هناك اشوفكم على خير وبعد الفاصل النجم شريف حافظ اللي قلب الدنيا بمسلسلين هايلين في رمضان راجعين يا هوا والاختيار وحاجات تانية كتير ومع الفنانة يسرى ازاي هو طلع وازاي غير كارير برضه بعد الفاصل